اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله هناخد مع بعضينا ليسون 8 which is entitled اللي عنوانه measuring lenses وbetween bracket millimeter. الدرس بتاع النهارده يا اولاد يعتبر تكمله للدرس اللي فات. احنا الدرس اللي فات شفنا اليونت اوف measuring lenses اللي هي الحاجات اللي احنا اتفقنا هنقيس بيها اللينسز، وقلنا ان انا عندي وحده صغيره اللي هي السنتيمتر، وقلنا عندي يونت تانية اكبر منها اللي هي الايه المتر. الدرس بتاعنا النهارده هناخد another unit of measuring length but very very small standard unit، يعني هناخد يونت بنقيس بيها الحاجات الصغيره قوي اللي اصغر من السنتيمتر. طيب بنسميها ايه؟ بنسميها المليمتر. طيب هل ليها اختصار؟ اه ليها اختصار مشهور جدا اللي هو MMM. لو انا حبيت اعرف المليمتر ده تقريبا قد ايه نعمل ايه؟ تقريبا قد البنسل لاين، يعني تعالى كده بالقلم اعمل لاين الويدز بتاع اللاين ده تقريبا 1 مليمتر. يبقى هنتفق مع بعضينا ان المليمتر ده يونت اصغر من السنتيمتر. يبقى لو هناخدهم بالترتيب من الصغير، مين اصغر حاجه هنقيس بيها؟ اصغر حاجه خالص المليمتر، وبعد كده الاكبر منه شويه السنتيمتر، والاكبر منه قوي اللي هو المتر. طيب تعالوا مع بعضينا نشوف التشيك دي. بيقول لي تيك كوريكت ذا سوتيبل يونت تو ميجر ايتش اوبجكت، يعني اعمل كوريكت تشيك مارك قدام اليونت المظبوطه. هنا بالنسبه للبيبر كليب اللي هي الدبوس اللي بمسك بيه الورقه، ده عندي هنا تو يونتس نقيسوا بيها. احنا اتفقنا ان المتر حاجه كبيره جدا، يعني احنا قلنا ان ال1 متر تقريبا طولك انت في جريد 3 دلوقتي، طولك 1 متر. طيب ده نقيسه بالايه؟ بالمتر ولا بالمليمتر؟ بالحاجه الصغيره؟ لا بالحاجه الصغيره، بالمليمتر. طيب التري نقيسها بالمليمتر ولا بالمتر؟ لا طبعا التري دي حاجه كبيره قوي، يبقى نقيسها بالمتر. طيب وهنا عايزين نشوف الموبايل، الموبايل عايزين نشوف فيه ايه؟ السكنس بتاعه. الموبايل طبعا السكنس بتاعه قليل قوي، هنقيسه بالمتر ولا بالمليمتر؟ لا عايزين ايه؟ يونت اوف ميجر فيري فيري سمول اللي هي مين؟ اللي هي المليمتر. طيب بالنسبه للبوتل، البوتل كبيره ولا صغيره؟ لا البوتل صغيره. طب هو هنا مديني مليمتر وسنتيمتر. السنتيمتر الحاجات اللي ممكن اشوفها بعيني قوي، لكن المليمتر دي حاجات صغيره جدا. يبقى نختار ايه؟ نختار سنتيمتر. طب هنا الانسكت، الانسكت اللي هي الحشره، الحشره بالمتر ولا بالمليمتر؟ في عندنا انسكت بالمتر؟ طبعا ما فيش خالص، بتبقى كبيره جدا. يبقى المفروض نختار ايه؟ المليمتر. طيب هنا البون، البون بتاع لعبه الشطرنج اللي هو بنسميه العسكري، ده بالمتر ولا بالمليمتر؟ هل هو كبير جدا ولا حاجه صغيره؟ لا حاجه صغيره، يبقى نقيسه بالايه؟ بالمليمتر. تعالوا مع بعضين حبايبي نشوف الليرنينج بوينت دي، ودي حته مهمه قوي قوي، عايزكم تركزوا معايا فيها جدا، اللي هي عايزين بقى نقارن ما بين المليمتر والسنتيمتر. احنا خدنا السنتيمتر وعرفنا قد ايه، عايزين نشوف بقى المليمتر قد ايه. نيجي نبص هنا كده على الرولر دي. احنا كنا خدنا الليسون اللي فات ان السبيس او المسافه من اول الزيرو لحد ال1 كل ده ايه؟ سنتيمتر. طيب المليمتر بقى قد ايه؟ الشرطه الصغيره اللي جوه دي كده، الشرطه دي اللي جوه دي، دي كده 1 مليمتر. لما تيجي تعد جوه عندك كام شرطه منهم؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اند 10، تلاقي ان انت عندك كام؟ 10. يبقى اول معلومه عايزكم النهارده تعرفوها وتحفظوها تماما ايه هي؟ ان ال1 سنتيمتر ايكوال 10 مليمتر. دي مهمه قوي، يعني لما كنا بنقيس بالرولر ونيجي مثلا بعد ال1 بايه؟ ب3، بثلاث شرط كده، كنا نقول ايه عليها؟ احنا كنا بنقول ان هي بتوين 1 اند 2، هنا لا هنقول ان هي 1 سنتيمتر وهنضيف عليها ايه؟ 3 مليمتر، او ممكن نقول حاجه ثانيه، لما نيجي نقيسها كلها بالمليمتر من اول الزيرو لحد ال1 كده 10، ونكاونت على 10 3 يبقى 13. يبقى انا الرولر بتاعتي ممكن اقيس بيها بالسنتيمتر او بالمليمتر. ازاي لو هقيس بالمليمتر؟ لو هنعتبرها ان احنا هنقيس بيها بالمليمتر، نيجي جنب كل نمبر من دول ونحط زيرو، يعني ال1 نخليها 10 وال2 نخليها 20 وال3 نخليها 30 وال4 40 وال5 ايه 50. يبقى انا عندي لو جينا مثلا عند النص دي بالظبط
تبقى كام؟ تبقى 15 مليمتر. خلاص اتفقنا؟ يبقى انا الرولر بتاعتي ممكن اقيس بيها بالسنتيمتر او اقيس بيها بالمليمتر. طيب نيجي نبص هنا كده، ادي البيبر كليب. البيبر كليب واصل لحد فين؟ بص بعينك تلاقيه عند الايه؟ الشرطه دي نمبر ايه؟ نمبر 8. يبقى انا عندي هنا 10، نعد 11 12 13 14 15 16 17 18. يبقى اللينس بتاعه كام؟ 18 ملم. طيب البنسل ده اللينس بتاعه كام؟ احنا اتفقنا ال1 ده بالسنتيمتر. طب لو بالمليمتر يبقى 10، يبقى انا عند هنا عند ال7 سنتيمتر. طب لو بالمليمتر ال7 تبقى 70. طب افتر ال70 71 72 73 74 75. يبقى هو اللينس بتاعه كام؟ 75 ملم. يبقى اتفقنا يا اولاد، انا ممكن اقيس بالسنتيمتر وممكن اقيس بالمليمتر، والسنتيمتر الواحد اللي هو ده كده في 10 مليمتر. دي اهم حته في الليسون، السنتيمتر في 10 مليمترز. تعالوا مع بعضين يا حبايبي نشوف التشيك اكسرسايز ده. بيقول لي measure the length of each object. نعمل ايه؟ هو جايب لي الرولر اهو، وكل اوبجكت حاطط لي الايه؟ المسطره ايه تحتيه. طيب انا عندي هنا الرولر حطيتها على النشط من اول الزيرو لحد ايه؟ لحد الاخر هنا. لما نيجي نبص على الاخر هنا اللي هي واقفه فين؟ ادي عندي ال 11. ال 11 بالسنتيمترز يعني كام مليمترز؟ نحط جنبها زيرو يعني 110 مليمترز. تعالى نعمل كاونتنج بعد 110، 111 112 113 114 115. يبقى هنتفق دايما ان الشرطه دي كده بنزود ايه؟ بنزود 5، يبقى دي كده 115. نيجي البراش دي كده نبص مع بعضينا هنا الايه؟ ال6 يعني كام مليمتر؟ يعني 60. نعد بعد ال6 واقف عند الشرطه كام؟ 1 2 3، تالت شرط، تالت شرطه يعني 63 مليمتر. طب نيجي هنا نشوف الدبوس ده عندي هنا ايه بعد ال2؟ ال2 يعني ايه؟ ال2 يعني 20. نعد 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 يبقى ده 28 مليمتر. نيجي نشوف اللولي باب دي عندي هنا كام؟ 5. بدأ من الزيرو، هي بعد ال5 بشويه. طب انا عارف ان ال5 سنتيمترز يعني كام مليمترز؟ يعني 50. طب بعد كده عندي كام شرطه؟ 1 2. يبقى نزود 2 على ال50 تبقى 52 مليمتر. طيب نشوف الفورك دي، الفورك دي من اول الزيرو اهو، وبعد ايه؟ بعد ال8. احنا اتفقنا ان ال8 سنتيمترز بكام مليمتر؟ نزود زيرو كده على الرايت تبقى 80 مليمتر. تعال نعد بعد كده 1 2 3 4، يبقى عند الشرطه الايه؟ الرابعه، يعني 84 مليمتر. نيجي نشوف الماركر ده هنا بدا من الزيرو، ونبص بقى هنا، هنا ما وصلش لل8. يعني ايه؟ المفروض اجي عند ال7 واكاونت. طب ال7 كام مليمتر؟ عباره عن 70. طب انا عندي هنا الشرطه كام؟ الشرطه رقم 9، يبقى 79 مليمتر. طب نيجي نشوف الكي، ادي عندي ال3 يعني 30، وعلى الشرطه كام؟ ادي ال5 67، يبقى 37 مليمتر. تعالوا مع بعضين يا اولاد نشوف البراكتس اكسرسايز هنعمل ازاي. هنا عايزين نقيس بس بالمليمتر، يبقى لازم نجيب الرولر بتاعتنا. اول حاجه هنقيسها هنقيس مين؟ هنقيس الاوبجكت ده. نيجي هنا نحط الايه؟ الزيرو على الاول بالظبط اهو، ونيجي نبص هنا نلاقيه جاي بعد الايه؟ بعد ال3 بايه؟ بشرطه واحده. يبقى هنا احنا قلنا ال3 بالمليمتر يعني كام؟ يعني 30. طب ونضيف عليها 1 تبقى 31. يبقى نكتب هنا ايه؟ نكتب هنا 31. طيب نيجي نشوف الاريزر ديت. نبص عليها كده بالظبط نلاقيها جايه من اول الزيرو لحد ال3. يبقى ايه؟ من اول الزيرو لحد ال3 يعني 3 سنتيمتر. طب 3 سنتيمتر بالمليمتر نكتبها ازاي؟ تمام 30، يبقى دي كده 30 مليمتر. طيب نيجي نشوف البيبر كليب. نقف هنا اهو. نحط الزيرو بالظبط على الاول، على اوله، ونيجي نشوف هنا جايه لحد فين؟ ادي هنا ال2 جايه بعديها كام شرطه؟ لما نيجي نعد نلاقي هنا
1 2 3 4. طيب 4 بعد ال 2، ال 2 تبقى 20. نعد بعد ال 20 4 يبقى 21 22 23 24. يبقى دي كده 24 مليمتر. طيب نيجي نشوف البي ديت. النحله دي قد ايه؟ ادي من اول الزيرو هنا ال 1 اهي، بعد ال 1 بكام شرطه؟ بشرطتين. طب ال 1 يبقى كام؟ ال 1 يبقى 10. طيب لما ال 1 10 الشرطتين بكام؟ ب 2. يبقى بعد ال 10 11 12. يبقى دي كده 12، يبقى دي 12 ملم. نشوف الحاجات اللي بعد كده. الدبوس ده لما نيجي نقيسه، ادي وقفنا على الزيرو، على الزيرو هنا عندي ايه؟ جاي لحد الثري، الثري يبقى كام؟ يبقى 30، لان احنا بنقيس بالمليمتر، لو بنقيس بالسنتيمتر يبقى 3، يبقى ده كده 30 مليمتر. طيب نيجي نشوف الكي. نحط الزيرو على اوله ونيجي نشوف هنا فين؟ نبص كده، ادي ال 3 يعني 30، والشرطه دي كده يعني ايه؟ يعني 5. يبقى هنا 35، بعديها بكام شرطه؟ 1 اند 2. يبقى بعديها بسبع شرط بعد ال 3، يبقى نعد على ال 37، يبقى كام؟ يبقى 37. يبقى دي كده 30 ايه؟ 37. نيجي نشوف بعد كده الايرو ده. نحط الزيرو عند الزيرو، نلاقيه جاي عند الفور، وبعد كده الشرطه الكبيره اللي بتقول لي دي 5، دي 5 ملم بعد ال 40. يبقى عند الفور عندنا 40 ملم، ونحط عليهم 5 بعد ال 40، 41 42 43 44 45. يبقى دي كده كام؟ 45. طيب نيجي نشوف الايه؟ الاوبجكت ده كده، ادي اوله اهو، جاي بعد ال 5 ب 2 بشرطتين. طب ال 5 بكام؟ ال 5 ب 50، ونزود عليها 2 تبقى 52. يبقى دي كده 52. الايه الحته دي بكام؟ يبقى نعمل ايه؟ نعمل دي كده اهو، ونيجي عليه كده ونقيسها. نبص كده اهو، جاي قد ايه؟ ادي عندي هنا ما جابش حتى ال 10 ملم، يبقى نعد من الاول 1 لحد هنا 5. بعد ال 5 بقد ايه؟ بشرطه واحده، يبقى هنا كام؟ 6 ملم. تعالوا مع بعضينا نشوف الكومبليت. بيقول لي 7 سنتيمتر ايكوال هاو ميني مليمترز؟ احنا اتفقنا ان السنتيمتر عشان احوله لمليمتر هنبوت زيرو اون ذا رايت من الايه؟ من النمبر. يعني ال 7 تبقى 7، يبقى ال 7 سنتيمتر فيها 70 مليمتر. طيب ال 9، ال 9 تبقى ايه؟ تبقى 90. نحط على طول زيرو جنبها. طيب ال 10 مليمتر، خد بالك بقى هنا ال 10 مليمتر كام سنتيمتر؟ يعني السنتيمتر هنا كان ايه؟ وزودنا جنبه زيرو بقى 10. طبعا تمام 1. ال 1 سنتيمتر لما احط جنب زيرو يبقى ايه؟ 10 مليمتر. طب هو لو جاب لي مليمتر وقال لي روح للسنتيمتر اعمل ايه؟ نشيل زيرو من الرايت. يبقى من السنتيمتر للمليمتر هنحط زيرو فين؟ في الرايت. ولو من مليمتر للسنتيمتر نشيل زيرو منين؟ من على الرايت. طيب 18 سنتيمتر نعمل ايه؟ نزود زيرو، يبقى 180. طيب هنا كام سنتيمتر ايكوال 40 مليمتر؟ 40، يبقى هشيل الزيرو ده تبقى 4 سنتيمتر. طيب 200 مليمتر ايكوال هاو ميني سنتيمترز؟ نشيل مين؟ نشيل زيرو كده تبقى 20 سنتيمتر. تمام نيجي نشوف الاكسرسايز اللي بعد كده. يقول لي تشوز ذا كوركت انسر. 3 سنتيمتر ايكوال هاو ميني مليمترز؟ مظبوط 30، هنحط زيرو على الرايت. 24 سنتيمتر ايكوال هاو ميني مليمترز؟ تمام 240، ليه؟ حطينا زيرو هنا على الرايت. طيب 70 مليمتر، خدوا بالكم هنا بيقول لنا ايه؟ مليمتر، عايز يوديها للسنتيمتر. هنا بنعمل ايه؟ بنحط زيرو ولا بنشيل زيرو؟ هنا بنريموف زيرو. يبقى لما ريموف الزيرو ده تبقى 7 سنتيمتر. طيب هنا ال 500 مليمتر عايز احولها للسنتيمتر، من المليمتر للسنتيمتر بنعمل ايه؟
بنريموف 0 فروم ذا رايت، يبقى هنا 50 سنتيمتر. طيب هنا كام سنتيمتر ايكوال 60 مليمتر؟ يعني عايزين نودي من المليمتر للسنتيمتر، هنريموف الزيرو ده يبقى ايه؟ يبقى 6. يبقى هنا 30 240 750 6. طيب نيجي نشوف التشالنج، بيقول لي ايه في التشالنج هنا؟ بيقول لي رينج ذا لونجست لينس، يعني اكبر لينس عايزين نعمل عليه ايه؟ سيركل. طب ناخد بالنا بقى يا اولاد، هنا بيقول لي 90 مليمتر، وهنا 88 سنتيمتر، وهنا 100 مليمتر و90 سنتيمتر. ناخد بالنا بقى يا اولاد ان هنا مديني حاجات بالمليمتر ومديني حاجات بالسنتيمتر. طب نعمل ايه؟ ما ينفعش نعمل مقارنه او نشوف مين الاكبر، الا لازم نخليهم كلهم بنفس الستاندرد يونت. طب الافضل نعمل ايه؟ نخلي السنتيمتر نحوله مليمتر. بنعمل ايه؟ بنحط زيرو ايه على الرايت، يعني دي كده 90 مليمتر هنسيبها. طب 88 سنتيمتر نخليها كده 880 مليمتر. طيب 100 مليمتر نسيبها زي ما هي عشان هي بالمليمتر. طيب 90 سنتيمتر، ال 90 نحولها لمليمتر ازاي؟ نقاد 0 on the right تبقى ايه؟ 900 مليمتر. لما بقوا كلهم دلوقتي بنفس الستاندرد يونت ينفع نعمل مقارنة. طيب مين الأكبر، ال 90 ولا ال 880 ولا ال 100 ولا ال 900؟ تمام، ال 900 هي الإيه؟ هي الأكبر، يبقى هي دي كده الإيه؟ الكوركت أنسر. وكده يبقى إحنا خلصنا ليسون 8، ليسون سهل جدا، اتعرفنا فيه على another unit of measuring lens، وقلنا إن هي unit very very small اللي هي الملي إيه؟ المليمتر، وقلنا عشان نحول من السنتيمتر للمليمتر بنقاد 0 on the right، وعلشان نوصل المليمتر للسنتيمتر بنريموف 0 from the right.